ما ضل في غير هالطريقة لحتى أعرف إذا هي الحقيقة ولا لا. أنت عن جد قدرت تسترجع ذاكرتك؟ ولا كلياني وملهار مخططين لهالشي؟ وكل هذا متفقين عليه يا أتار؟ لما تختنق رح تنكشف كل الحقيقة. هذا مو صوت أتار؟ ليش أتار عم يسعل هيك؟ امشي. أتار؟ أمي أمي أنت ليش عم تسعل هيك؟ أتار؟ أتار شبه؟ أمي الشباك الشباك؟ ليش هيك عم يصير معي؟ أتعرف خود نفس. أتعرف تنفس شوي شوي وبعمق. ليك أتعرف بصراحة أنا حاسة إنه هي سم بدا ورا هذا الشيء. هي بتقدر تعمل كل هالشر، بس أنت لا تأكل هم. بكرة جهزنا مؤتمر صحفي. خلص بالمؤتمر الصحفي تبع بكرة فيك تعترف وتقول الحقيقة للكل كيف سم بدا ساعدتك ودعمتك. وإذا بدك مني الصراحة بتوقع سم بدا هي اللي كانت عم تخليك تعمل كل هاي القصص. المهم شو ما كانت الحقيقة بكرة كل شي رح ينكشف، لأنه سنبدا رح تنكشف على حقيقتها قدام كل العالم. ايه وهيك أكيد سنبدا ما رح تضل متخبية كل هذا الوقت. يلا تعال نطلع لبرا. هذا بيعني إنه أتعرف عن جد استرجع ذاكرته؟ وعن جد رح يعترف بكل شيء.